تغريدة الصدر التي دعا فيها أنصاره لعدم الاعتداء على الانتخابات، ووصف أنصاره بأنهم أناس يتطهرون من دنس فسادهم، ووصف الانتخابات بالألعوبة. كيف تقرأ هذه التغريدة أولا؟ وهل حملت ربما في طياتها معنى بأن لا عودة للصدر للعمل السياسي، رغم ترجيحات بعض قيادات الإطار بأن الصدر قد يشارك في الانتخابات النيابية المقبلة؟ شكرا جزيلا. بسم الله الرحمن الرحيم، تحية لكم وإلى جمهوركم الكريم، كادر ومشاهدي القناة الكرام جميعا. بالتأكيد ما حصل للتيار في بداية 2021 أمر مؤسف، إذ منع من تشكيل الحكومة بصراحة، وبالتالي أكيد راح يحصل فجوة بينه وبين القوى السياسية الأخرى. الآن هو يعني ما يوافق على أن تجري هذه الانتخابات لأنه غائب عن المشهد السياسي، ولكن أنا واثق أنه عندما يصير شوية إرجاء لهذا الموضوع وتدمج هذه الانتخابات مع مجلس النواب سوف يشترك بالانتخابات، وهذا ما أردناه وما آملنا به وما سمعناه من البرنامج السياسي، أنه في منتصف 2024 سيكون انتخابات مجلس النواب وقد تقترن بمجالس المحافظات، لأنه هذا اختزال بالماء وهدر بالمال العام، لأنه هسه اللافتات واللي نشوفها في الشوارع والمال اللي قاعد يحصل هذا أيضا راح يتكرر يعني في وقت لاحق. لهذا التغريدة مال السيد مقتدى بهذا الاتجاه، لأنه يعني غير راغب بالانتخابات، وهو صرح سابقا أنه ما يدخل مع الفاسدين في الانتخابات، وهي قناعته هو بحقيقة من الناحية الواقعية. نعم. دكتور وائل، بعد الترحيب بك ثانية، يعني عندما يوصي زعيم التيار الصدري بالتطهر من الانتخابات بالحفاظ على أمن العراق واستقراره، هل هكذا الصدر يكون قد قطع الطريق أمام أي نوايا لافتعال الفوضى مثلا؟ والله في الانتخابات القادمة أتوقع أنه راح تصير حوادث، راح تصير مناكفات، راح تصير ممانعات في الدخول إلى مراكز الانتخابات، وهذه الحقيقة يعني كان اختيار انتخاب مجالس المحافظات كان مبكرا جدا في ظروف لم تكن جيدة، فالاختيار الوقت وهل شغل المجتمع العراقي بأكمله في انتخابات مجالس المحافظات، هناك الكثير من المشاريع اللي هي أوجه وأكثر مقبولية من هذا الوضع. يعني ما نقول ذلك طعنا بالمواد الدستورية التي يتشبثون بها، ولكن عندنا أيضا مجلس الاتحاد الدستوري، عندنا قانون العاصمة بغداد دستورية، عندنا قانون لتشكيل الهيئة توزيع الموارد المائية على المحافظات والأقاليم أيضا دستوري، فهي كلها مغيبة عندهم، بس ذهبوا إلى مجالس المحافظات لكي يؤخروا عملية انتخابات مجلس النواب، وتعرفون أنه خروج التيار الصدري عنها يعني راح يحرم من هذه الانتخابات، وبالتالي هو يحذر من أن تكون هناك يعني قضايا أو أمور قد تكون في هذا المركز أو ذاك، متوقعة هي وصارت في كثير من المراكز في الانتخابات السابقة وليس هذه الانتخابات فقط.